السلام عليكم حنوناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم للزينوشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله فيديو مختلف كما كتشوفوا، ما جيتش لكم بوصفة لهذا اليوم، ولكن جئتكن بوصفة لبقية حياتكم بإذن الله تعالى. وكنتمنى أنكم تسمعوا هذا الفيديو بقلوبكم بعقولكم، لأن دائما كنعطيكم وصفات للجمال، لجمال الوجه، لجمال البشرة. ولكن بنات كيكتبوا لي أنه إحنا ما كنعرفوش كيفاش غادي نهتموا بنفسنا، ودائما كنصفقوا الآخرين علينا. فأنا غنعطيكم نصيحة مهمة جدا، ويعتبر أنها خلاصة ما استنتجته من الحياة، وخلاصة ما استنتجته من تجاربي الحياتية الخاصة. يا الغزالات ديالي، كنتمنى من أعماق قلبي أن هذا الفيديو تسمعوه مرة وجوج وثلاثة، لأني كما عودتكم دائما صريحة معكم. وبهذا الفيديو خاص 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 بالنسبة لأغلبية النساء، سواء كنت عازبة أم متزوجة. فبعض البنات كيقولوا لي كنستعملوا الوصفات ما كيجيبوش معنا نتيجه. بعض البنات كيقولوا لي احنا ما عندناش الوقت، يلا انا كنلقى الوقت فين نطيب قد الدار ونهتم بالزوج وكذا وكذا، ما عنديش الوقت لراسي. وبزاف ديال البنات كذلك باقيين صغار في السن، 20 سنه و16 عام، ويعني في مقتبل العمر، وكتقول لي انا كل تجاعيد يا نهى، اش غادي ندير؟ ما كنهتمش براسي، ما عارفاش نهتم براسي. فواحد الحاجه اللي غنقولها لكم يا الغزالات ديالي، تعلموا شويه ديال الانانيه. ماشي قلت لك كوني انانيه ما تعطيش نهائيا المحبه للاخرين، لان اصلا فاقد الشيء لا يعطي. ولكن بغي راسك، تعلمي انك تحبي نفسك. الا بغيتي راسك غادي تبغي كاع اللي دايرين بيك. اش هاد الهضره؟ وكيفاش غادي نبغي راسي وغادي نبغي الناس اللي دايرين بيا؟ مني كتشوفي وجهك في المرايه مثلا، فيك التجاعيد مثلا، فيك شي حاجه انت شايفاها عيب، ولكن الناس الاخرين يمكن يشوفوها حاجه عاديه جدا. شوفي في الوجه ديالك وقولي انا جميله كيفما كنت، لان رب العالمين كوني على يقين انه خلقك في اجمل صوره وابهى حله. فاول حاجه كنطلبها منكم الثقه بالنفس، ماشي مثلا تقولي شوفي انا رقيقه ناري، شوفي انا كي دايره. لان بعض الناس سبحان الله عندهم الجمال هو زياده الوزن، وبعض الناس عندهم الجمال هو انك مثلا تكوني رفيعه الجسم. شي وحده مثلا تكون غليظه تقول لك شوف حالتي انا غليظه. وانا خاصك اول نقطه في النجاح ديالك في الحياه، ماشي غير في وصفات التجميل، ماشي غير في الجمال، انا كنهضر على الحياه عامه. اول خطوه للنجاح انه انت تبغي راسك وتقتنعي براسك. وطبعا الا ما قدرتوش على هذا الشيء بوحدكم، فغادي نعطيكم الاسم ديال واحد الدكتور رائع جدا، اسمه الدكتور صلاح الراشد. غير كتبوها على اليوتيوب غادي تبان لكم، عنده قناه، عنده طبعا ماشي يحط في هذيك القناه، يعني ما شاء الله كيدير ندوات يعني حول العالم. واحد الدكتور رائع جدا، غادي يساعدكم انكم تبلوروا هذه الفكره هذه في دماغكم وانكم تمشيوا عليها. فاول حاجه بغي راسك، اهتمي براسك. مشيتي مثلا للمارشي، ابسط مثال، مشيتي للمارشي، مشيتي لاي مكان، غادي تمشي مثلا باش تشري لوليداتك، باش تسخري للدار، ديري واحد الحاجه بحال هديه ليك انت، عرفتي؟ تاخدي غير عرفتي فنيده بجوج دريال، راه بحال واحد الهديه ديالك انت. ماشي البنات نتوما كتشريوا للاطفال، تشريو للزوج، كنتي عازبه تشري للام، تشري للاب، وانت ما تهتميش براسك. طبعا انا ضد هاد الفكره، اهتمي براسك وبغي راسك. والبنات اللي غي جالسين مثلا في الدار كتقول لك انا ما خدامه، ما عندي ما يدار، ما كذا ما كذا، حاولي انك تقلبي على شي حاجه ديريها، حاولي انك تقلبي على شي حاجه ديريها. اذا فالخطوه الاولى انك تحبي نفسك، تبغي راسك. اي حاجه غادي تجيب لك الفرح ديريها، راه ممكن تكون سبحان الله يكون الفرح في مسيكه يمكن انك تاكليها، يكون مثلا الفرح. بعض المرات انا كيجيني الفرح ضحكوا عليا يمكن، ف كنشم ريحه جافيل، كنشم ريحه النقه، كيجيني الفرح، كنفرح مثلا.
فالنقطة الأولى أنه تبغي راسك بأبسط حاجة، ماشي ضروري أنك يكون عندك الملايين عاد باش تبغي راسك، لأن السعادة لا تساوي المال. هتقول لي ويلي على السعادة لا تساوي المال؟ أكيد لا تساوي المال، ولكن هذا لا يعني أنه المال غير مهم. باش ما نضحكش عليكم ونقول لكم لا، إلا ما عندك الفلوس راه غتعيشي سعيدة. ولا واحد الأغنية ما عقلتش ديال شو سميتو هذيك ديال لا نحتاج المال، ما عرفت كاينه ازداد جمال، هذيك اغنيه طبعا كذوبه انا بالنسبه ليا، لان الا ما عندكش فلوس ما غاديش تشري حاجه باش تهتمي براسك، ما غاديش تشري وصفات، ما غاديش تشري لبس، ما غاديش تشري شحال من حاجه. اذا الخطوه الثانيه انكم تقلبوا على شي حاجه اللي ديروها، شي حاجه اللي تخليكم الفلوس مهما كانت بسيطه. ما تقوليش ليا انه انا جالسه في الدار، با ما خلانيش نخدم، خويا ما خلانيش نخدم. انا ضد هذه الفكره، سواء كنت عازبه ام متزوجه قلبي الحبيبه ديالي على شي حاجه ما ديري. كلشي ما شاء الله الناس حالين قنوات اليوتيوب، فقنوات اليوتيوب عباره عن ضربه حظ. الى سبحان الله حالفك الحظ يمكن قناتك تطلع من الشهر الاول، ولا ما حالفكش الحظ يعني طبعا الحظ دائما كاين، الانسان غير يخلي الايمان ديالو كبير برب العالمين. فمهم رجع للموضوع، يمكنك تحلي قناة، ما عندكش مع الانترنت، ما عندكش مع هذا الشيء تاع اليوتيوب لا حتى حاجه، صاوبي سيمنات، صاوبي بغرير، صاوبي اي حاجه وديهم لداك مول الحانوت اللي عندكم في راس الدرب، ياكي ديهم ليا الحبيبه ديالي، وديري معاه الثمن للبياسه، راه شويه بشويه ان شاء الله تتكبري المشروع ديالك، تتولي ما شاء الله يعني غادي تولي صيفطي الحفلات ديال الناس، كتصاوبي الحليوات، بيعي دوك الحليوات الصغار بالبياسه. فحاولوا انكم دائما ديروا شي حاجه اللي غادي تنفعكم وتقلبوا على الربح السريع، فهمتوني الغزالات ديالي، قلبوا على الربح السريع. مثلا البنات اللي كيصاوبوا هذا الشيء تاع الكروشي ما كاينش اللي كيشريه بزاف، ولكن سبحان الله كل بلاصه وهي مي. انا كنعطيكم افكار، حاولي انك تشوفي شي مصدر ديال المال كيف كان، ومثلا قريتي سير قلبي على شي خدمه، راه الخدمه راه ماشي عيب، ماشي عيب. عرفتي تقراي غير تال السبعه، تقراي تال التاسعه، يلا اللي يكون عندك الباك، تكوني ما نعرفها شنو، يكون عندك لا ليسونس. شوفي قلبي على شي خدمه ما ديريها، ضروري ضروري ما تجلسيش قابعه في الدار وحاطه ايدك على خدك ومتابعه مثلا غير المسلسلات، وهذه جات عندي، هذه نوجد ليها الطبله، هذه ما نعرف واش. انطلاقا من تجربتي الشخصيه يا البنات، واسفه على بعض الناس اللي كيتابعوني وكيعرفوني وفعلا سماتشاوني، فواحد الفتره كنت فيها اغبى كائن على وجه الارض وكنعترف بها. كنت يا البنات حاله داري اللي للعادي والبادي كما يقولوا، كل شيء داخل خارج عندي. كنجمع هاد الطبله تاع الكاسكروت، ندير واحد الطبله اخرى ديال الكاسكروت، اللي ما عنده ما يدار يجي عند، اللي ما عنده ما يدير عفوا يجي عند نوها، اللي عنده وقت فراغ يجي عند نوها. علاش؟ لان نوها وقتها ما كانتش معمره الوقت ديالها، لهذا ديروا واحد سميتو ديال الانتقاء، انتقيوا الناس اللي دايرين بكم، ضروري انكم تنتقيوا الناس اللي دايرين بكم وتقلبوا على الناس الايجابيين. الا ما كاينينش ناس ايجابيين دايرين بكم، كنا على يقين الغزالات ديالي انه غادي تضيعوا حياتكم على الفاضي، وغادي تدوروا غادي تلقاو عمركم طار بدون فائده. وحاجه اخرى عفاكم، ما تحاولوش ارضاء الناس، ما تحاولوش ارضاء الناس. انا كذلك ضيعت سنوات وسنوات، ان شاء الله الى جات الوقت غادي نحكي لكم على هذه السنوات اللي ضيعتها، غادي تشدوا قلبكم غتقولوا واش هاد نوها الايجابيه، هاد نوها يعني اللي دائما كتعطينا طاقه ايجابيه ضيعات عقد. عرفت شنو هو عقد من الزمان؟ راه عمر، والنهار اللي مشى ما كيرجعش. في ارضاء ناس ما عرفوش بحق هذاك الرضا اللي كنحاول انني نرضيهم. طبعا الا كنرضي انا من النوع ديال الناس اللي كنرضي، ماشي اللي كياخذ ولا باش نتحصل على شي حاجه، ارضي الناس اللي كيرضي الناس فقط، وهذا خطا، خطا كبير. لهذا اللي بغات تنجح في حياتها قللوا الناس اللي دايرين بكم، وارتبطوا غير بالناس الايجابيين. الا ما عندكش شي واحد ايجابي
نعود نذكركم بالدكتور صلاح الراشد، كنتمنى انكم تتابعوه، حياتكم غادي تغير. ودائما انطلقنا الى الامام الى الامام، وحبوا انفسكم بغي راسك، غادي تبقاي ديما شباب، غادي تبقاي ديما غزاله، ديما زوينه. تولدي 10 غتبقاي ديما زوينه، تخرجي في الزنقه وما تكونيش معاهم الناس ما يعطيوكش بلي راكي والده 12. لهذا اهتمي براسك، لانك لا تحطي ما غتلقاي حتى حد جنبك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش الغزاله ديالي، تحطوا لينا لايك وتشتركوا.